السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم في الموسم الثاني من برنامج ثنتين ونص. عدنا وفي جابتنا الكثير والكثير من المواضيع والفقرات اللي تهمكم وتهم الأسرة، الرجل والمرأة، الكبار والصغار، وتهم الرياضيين والمرضى والأصحاء أيضا. في برنامج ثنتين ونص انطروا الكثير الجميل المفيد لكل قطاعات المجتمع. موسم جديد فيه الكثير من الأمال وفيه الكثير من الإجراءات الاحترازية، إجراءات اعتدنا عليها لأنها خط الدفاع الأول عن صحتنا، صحة عائلاتنا وأفراد المجتمع اللي نعيش فيه. أكيد موسم بإذن الله تعالى نتطلع فيه الكثير من الأحداث الرياضية الهامة على أرض قطر الحبيبة بعدما أجلت جائحة كورونا الكثير من الأحداث حول العالم. نعم، لكننا بعزم القيادة الرشيدة وجهود الجهات والكوادر المختصة عدنا وبفضل الله إلى ممارسة الجزء الأكبر من حياتنا الطبيعية مع الاحتياط والحذر الواجب. بسم الله نبدأ وعلى بركة نتوكل. الموسم الثاني من برنامج ثنتين ونص. عجلة النشاط الرياضي تعود للدوران من جديد. وقفة عرفان وتقدير لأفراد القطاع الصحي. المدارس تفتح أبوابها والطلاب يستأنفون الدراسة. صملة الفجر نشاط رياضي بأهداف متعددة. حابين نبدأ أول حلقاتنا بشكر لمن يستحق الشكر، أبطال الجيش الأبيض اللي سهروا وضحوا بصحتهم وأنفسهم من أجل سلامتنا وصحتنا. نعم ناصر، نشكرهم على جهودهم اللي ما كانت وما زالت مستمرة إلى الآن، جهود جبارة بالفعل. وإحنا متأكدين وكلنا ثقة فيهم بإذن الله تعالى أنها راح تستمر جهودهم للمستقبل، ولا يسعنا اليوم إلا نقول لهم شكرا لكم. في حضرة كلمات العرفان والامتنان تعجز مفردات الشكر والثناء عن إيفاء حق من سخروا أنفسهم لمواجهة الوباء، فكانت جهودهم بمثابة الدواء في مواجهة أخطر داء. أزيد من 6 أشهر كاملة تسلح من خلالها جنود الجيش الأبيض بكلمات قسم قطعوه على أنفسهم ليكونوا في خدمة المجتمع في وقت عجز فيه الجميع عن الخدمة. ما خلفه الفيروس طيلة أشهر مضت من آثار مسحته أيادي الأطباء بإيثار حين فضلوا المواجهة المباشرة ولو على حساب أنفسهم رغم كل الأخطار. اليوم ونحن نستعيد أنفاسنا الضائعة لنقف على أقدامنا بغية إعادة الروح إلى عالم جديد، وجب علينا وللمرة الألف الوقوف احتراما لأمثال هؤلاء، فهم رمز حقيقي لما يسمى بالوفاء. فشكرا لكل ما تحمله حروف اللغة من معان من الألف إلى الياء. بالفعل نشكرهم على هذه الجهود القوية الجبارة، واليوم خير من يمثل الدكاترة في قطر ويمثل قطر نفسها وهو الدكتور معانا عبد اللطيف الخال رئيس اللجنة الوطنية الاحترازية لتصدي وباء الكورونا. دكتور أهلا فيك في برنامج ثنتين ونص. أهلا وسهلا فيكم وبالأخوة المشاهدين، شكرا على استضافتكم. مساء الخير يا دكتور، يا مرحبا بك معنا في برنامج ثنتين ونص. بداية دكتور نود أن نشكرك على وجودك اليوم معنا، ونشكر الطاقم الطبي القائم وهو في الصف الأول طبعا لمحاربة هذا الفيروس، ونشكر الجميع ربما لاتباعهم للإرشادات اللي توضعها وزارة الصحة، ولذلك لله الحمد اليوم بدأت نوعا ما ترجع الحياة إلى طبيعتها. بالفعل أكيد إبراهيم دكتور. الاشتياق، لو كان لكلمات الناس وسما على غرار عالمهم الافتراضي
التي صدرته دون عداد قادر على احتواء أرقامها. تلك الكلمة التي تعبر عن حال كل إنسان، شيباً وشبيبة، ذكوراً وإناثاً، كلهم يشتاقون لتفاصيل حياتهم اليومية السابقة. بعض من مشاهدها كانت مملة في نظرهم، لكنها أصبحت قيمة هذه الأيام ولا تقاس بثمن. أمنيات العودة إلى سالف العصر والأوان ظلت معلقة على حوائط المختبرات، عقولهم وقلوبهم تتأمل الفرج من إبرة قد تقطر باللقاح وتعيد الأيام الملاح. كم تيقن الناس من ضعفهم حين أجبرهم فيروس ميكروسكوبي على الاعتكاف في البيوت، وكم تيقن الناس من قوتهم عندما تجند أطباؤهم والتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي لتخف القيود. لن تمحو ذاكرتنا صور تلك الشوارع الفارغة والملاعب الصامتة والمحلات المغلقة، لينتقل صخب الحياة إلى أسوار المستشفيات والمختبرات. غابت كرة القدم ونجومها وقاعات السينما وأفلامها. حرمنا من لذة مشاركة الأحباب والأصحاب وجبة غداء وعشاء في مطاعمها، حنين لكل ما سبق مهما اختلفت انطباعاتها. هنا سرنا على نهج الأولى ولا زلنا نسير. سلاحنا دروس من صبر الأجداد وعزيمة وشموخ مهما اشتدت الأزمات. كسبنا معارك الجائحة الواحدة تلو الأخرى، ولكن الحرب لا زالت مليئة بالجدال والسجال. فتحت ملاعبنا أبوابها، واستقبلت مجمعاتنا التجارية حرفاءها، وأكرمت متاحفنا وفادة ضيوفها، واستعادت مساجدنا صلوات زوارها، وها هي مدارسنا ترحب بطلابها. لم تكن رحلة استرجاع نسق حياتنا سهلة، كانت مليئة بالتحديات والصعوبات. تنازلنا عن أهوائنا وحمينا أحبابنا وأصحابنا، واجتهد رجال أمننا وممرضونا وأطباؤنا لنصل هنا إلى أبراج الأمل. فحافظوا على تباعدكم لتظل شامخة. ولله الحمد رجعت الحياة تدريجيا طبيعية، رغم أن هذا الوباء كان يعني نفس يقولون كان بلاء، ولكن نشوف أن رب ضارة النافعة. دكتور، نبتدي سؤالنا الأول، ما هي حالة الوضع الوبائي في دولة قطر حاليا؟ الوضع حاليا أفضل ولله الحمد بكثير مما كنا عليه أثناء ذروة تفشي الوباء. الذروة كانت في نهاية شهر 5 وبداية شهر 6، ذاك الوقت كنا نشخص حتى 2500 إصابة في اليوم الواحد. لكن ولله الحمد في الفترة الأخيرة، الأسابيع القليلة الماضية، العدد الإصابات اليومية يتراوح بين 200 إلى 250 إصابة. فيما يتعلق بالحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى من أجل العلاج أو الدخول إلى العناية المركزة، ظلت الأعداد قليلة ولله الحمد، وتتراوح يعني مثلا الحالات اليومية لدخول المستشفى بين 30 إلى 50 حالة، بينما في الذروة وصلنا إلى أكثر من 300 حالة دخول في اليوم. ودخول العناية المركزة يتراوح بين حالتين إلى 5 حالات تقريبا يوميا، بينما في الذروة وصلنا إلى يمكن 26-27 حالة في اليوم. فالوضع مطمئن ولله الحمد، لكن المقلق في الوضع الآن أن الانتشار أصبح أكثر بين القطريين والمقيمين من المهنيين، وهذيل المجموعتين هم اللي فيهم الفئة اللي أكثر عرضة للفيروس، الناس الكبار بالسن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة. بينما لما كنا في ذروة الفيروس كانت الإصابات أكثر شيء بين يعني منتشرة بين العمالة. فالقلق الآن بالرغم من الأرقام يعني الحمد لله قليلة، إلا أن الخوف أن الفيروس يصل إلى الناس الأكثر عرضة لتعقيدات والمضاعفات الفيروس في المجتمع.
الله لا يقوله إن شاء الله. ودكتور اليوم يعني نشوف معاك النشرة اليومية بالنسبة لهذا الفيروس وهذا ما تعودنا عليه في كل يوم أو خلال كل 24 ساعة تكون هناك في نشرة بعدد الإصابات، ونشوف اليوم بأن عدد الإصابات 231 إصابة بهذا الفيروس، عسى الله أن الله يشفيهم، ووصل عدد الشفاء في قطر إلى أكثر من 116 ألف حالة ولله الحمد. نعم الحمد لله. طبعا يعني معظم الحالات اللي تصاب إصابها الفيروس تشافت، الكثير من الحالات أعراضها خفيفة، ونسبة محدودة من الإصابات كانت اللي الإصابة لديها شديدة اللي تحتاج إلى دخول المستشفيات. ففعلا معظم الحالات اللي أصيبوا بالفيروس تشافوا، وعدد الحالات حاليا اللي متواجدة ومصابة وما زالت الإصابة لديهم نشطة أصبحت نسبة بسيطة جدا مقارنة بإجمالي الإصابات في دولة قطر. نعم دكتور، رغم هذه الإجراءات الاحترازية اللي احنا قاعدين نتبعها، من وين قاعدة تجينا هذه الحالات المرتفعة؟ هذا السؤال في محله، من التقصي اللي تقوم به وزارة الصحة بشكل يومي في تقصي الحالات والاستقصاء، يعني المعلومات اللي يأخذونها من الحالات المصابة والكشف على المخالطين، يتبين أن معظم هذه الإصابات هي بين أفراد الأسرة الواحدة، وغالباً اللي يكون جاب لهم الإصابة واحد من أفراد الأسرة، غالباً تكون الولد أو البنت أو حد آخر من أفراد الأسرة من خلال اختلاط في يعني تجمع عائلي أو مجالس، فيكون هذا الشخص أو الفرد من أفراد الأسرة التقط الفيروس من خلال هذه التجمعات، وقد يكون ما عنده أعراض أو قد يكون عنده أعراض خفيفة، ويجيب الفيروس معاه إلى المنزل وينشره بين أفراد الأسرة، والأسر يتزاورون وأيضا ينتشر بهذه الطريقة. صحيح. جميل. للأسف يعني إن يعني معنا بالرغم من تفادي الإصابة بالفيروس حتى من خلال المجالس وحتى من خلال الزيارات الاجتماعية شيء مقدور عليه وبسيط جدا، بس يعني بلبس الكمام والمحافظة على مسافة مثل المسافة اللي بيني وبينكم، هذا يعني مقدور أن يمنع الإصابة، لكن مع ذلك الناس ما يلتزمون من يعني في جلساتهم في المجالس أو في الزيارات العائلية بهالأمور البسيطة، فينتج عنا إصابة ينقلونا إلى منزلهم ومن ثم ينتشر بين أفراد الأسرة الواحدة. جميل. عفانا الله من هذا الوباء دكتور. اللهم أمين يا رب. دكتور ربما السؤال حاليا يعني أولا نشكرك أنك طمأتنا أننا عدينا فترة الذروة والآن الحالات يعني تتراوح ما بين 200 و 250، ولكن وكأنه هو سيناريو مكرر نوعا ما، يعني ربما في وسائل التواصل الاجتماعي الجميع يتحدث عن موجة ثانية قاعد تضرب أوروبا في الوقت الحالي، وبعض الدول الأوروبية سجلت في أرقام تصاعدية بالنسبة لهذا الفيروس بعدما انخفض عدد الإصابات بشكل كبير، فالله لا يقول إن شاء الله. هل إحنا يعني دكتور ممكن أن نكون مقبلين على موجة ثانية إذا ما كان في رعونة من بعض الأشخاص بعدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللي ذكرتها قبل قليل؟ نعم هو نعم مثل ما تفضلت، في العديد من الدول بدأ الفيروس يرجع على شكل موجة جديدة، وهذا شيء مقلق جدا، لكن الحمد لله احنا في دولة قطر معظم الناس بالرغم من انتشار الفيروس في المجتمع بشكل محدود الا ان معظم الناس ملتزمين بالاجراءات الوقائية، معظم الناس يحترزون يلبسون الكمام يحافظون على المسافة الآمنة تطهير اليدين وغيره. احتمال عودتك على موجة جديدة في دولة قطر احتمال الان يعني محدود او ضعيف، إذا راح يرجع على موجات شكل موجات صغيرة من الآن حتى ظهور تطعيم فعال وآمن ضد الفيروس. يعني دكتور هل نقدر نقول هو شر لابد منه أو شر لا مفر منه، أو ممكن انتفادى الموجات حتى الصغيرة اللي ذكرتها؟ هذه جدا من ممكن جدا تفادي هذه الموجات بالرغم من العودة إلى بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية، بالرغم من العودة إلى الأنشطة في افتتاح المولات والأسواق والعودة المدارس، بالرغم من عودة هذه الأنشطة إلا أنه بالمستطاع أن نحد من عودة الفيروس على شكل موجات صغيرة. كما ذكرت بالرغم من أن الموجات قد تكون صغيرة أنها فيها خطورة لأنها تنتشر بين أفراد المجتمع اللي فيهم الناس الأكبر سناً والناس اللي أكثر عرضة لمضاعفة الفيروس، فبالإمكان جدا الحد من انتشار الفيروس والحد من هاي الموجات الصغيرة فقط بلبس الكمام والمحافظة على مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين.
إذا ظلينا على هل المعدل من الالتزام سواء كان في المجالس أو في المنازل أو في الأماكن العامة الأخرى أو في المدارس، فإننا سوف نستطيع أن نسيطر على الفيروس لحين توافر تطعيم. وإحنا ما نتكلم عن سنوات، إحنا نتكلم عن أشهر معدودة إن شاء الله حتى توافر التطعيم بإذن الله. دكتور طبعا دولة قطر اتخذت الإجراءات يعني الأمنية والاحترازية عشان نتبع يعني الأمور الصحيحة ضد هذا الفيروس، ولكن ما هي المعايير اللي تم على ضوءها تحديد ملامح وسمات هذه المرحلة؟ المراحل الأربعة اللي تم وضعها لإعادة افتتاح الحياة بشكل تدريجي والعودة إلى يعني عودة الأعمال والنشاطات إلى بشكل تدريجي تم وضعها على عدة أسس. أول شيء إن ما هي الأنشطة المهمة اللي يجب عودتها لكن نسبة المخاطرة فيها قليلة، فهذه تعطى الأولوية. والأنشطة اللي أهميتها الاقتصادية أو الاجتماعية قليلة لكن المخاطرة فيها كثيرة، هذه تترك للأخير. فبناء على هذه الأسس تم وضع خطة عودة الأنشطة بشكل تدريجي على 4 مراحل كما تعلمون، وآخرها هذه المرحلة الرابعة اللي احنا فيها. المرحلة الرابعة تنقسم إلى شقين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الثاني اللي راح يتم تطبيقه في الأسبوع الأخير من شهر 9 بإذن الله. المعايير هذه أثبتت فعاليتها الحمد لله، دخلنا المرحلة الرابعة وما أدى ذلك إلى انتشار كبير للفيروس في المجتمع. انتشر كما ذكرت بشكل محدود، ومعظم الانتشار الفيروس من خلال الزيارات الاجتماعية والمجالس حتى الآن الحمد لله. هناك بعض المؤشرات المهمة التي تقوم وزارة الصحة بمراقبتها بشكل يومي وأسبوعي التي تشير إلى عودة الفيروس ومدى نشاط الفيروس في المجتمع. أهم هذه المؤشرات هي عدد الإصابات اليومية، نسبة إيجابية الفحوص، يعني من كل 100 فحص نعمله في اليوم كم النسبة الإيجابية فيه. حاليا هي 5%، إذا زادت هذه النسبة هذا شيء مقلق. عدد حالات دخول المستشفيات، عدد حالات دخول العناية المركزة، ارتفاع أو انخفاض في مؤشر تفشي الفيروس اللي نسميه R0. هذا بالإضافة إلى مؤشرات أخرى في مجموعة 9 مؤشرات تقوم وزارة الصحة بمتابعتها بشكل أسبوعي، وبناء على مدى انتشار الفيروس أو عودة الفيروس تقوم وزارة الصحة برفع توصيات لمجلس الوزراء يا أما بالاستمرار في المرحلة اللي احنا فيها أو بإعادة فرض بعض الإجراءات الاحترازية اللي كانت مطبقة في المراحل السابقة. ونهاية المطاف هذا كله في لصحة المجتمع وصحة الأسر والأفراد. بالعكس دكتور احنا نشكركم مرة ثانية يعني على هذه الضوابط. دكتور ربما أهم سؤال يعني في الشارع نوعا ما الآن هو بعدما أعلنت العديد من الدول أو بعض هذه الدول عن وجود لقاح لهذا الفيروس، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية ذكرت دكتور بأن لنهاية السنة لم يكن هناك أي علاج أو تطعيم فعال ومجدي، يعني ينافي تصريحات بعض الدول لوجود لقاح. أين نحن دكتور من صحة هذه الأقاويل أو التصريحات الدولية؟ نعم، هو اللقاح أصبح حديث الساعة. هو في السابق يعني قبل ظهور الفيروس كوفيد كانت عادة اللقاحات تحتاج من 5 إلى 10 سنوات لإنتاج لقاح جديد، لكن بسبب الضرر الكبير اللي تسبب الفيروس على مستوى العالم كان هناك حاجة شديدة في الإسراع من آلية تصنيع اللقاحات، والتسريع من صناعة اللقاح ما يكون على حساب سلامة اللقاح أو فعاليته. وحتى الآن هناك أكثر من 7 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، وهذا يعتبر سرعة قياسية في إنتاج اللقاحات. حتى الآن اللقاحات هذه 7 اللي في المرحلة الثالثة من التجارب بينت أول شيء فعاليته في أن حث الجسم على يعني على إفراز الأجسام المضادة وخلق المناعة اللازمة، كما بينت أيضا أن سلامته وأنها فعلا تطعيمات آمنة على الأقل على في المرحلة الآنية.
معظم هذه اللقاحات السبعة الآن في التجارب الإكلينيكية في المرحلة الثالثة سوف نعرف عن النتائج النهائية لها يا أما في نهاية شهر 10 أو في منتصف شهر ديسمبر هذا القادم، يعني خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وفور إثبات أنها فعالة وآمنة من ناحية الإكلينيكية. المرحلة الثالثة من تجارب التطعيمات معناها أنها يعطى التطعيم لعشرات الآلاف من الناس، ثم يتم يعني تحليل المعلومات هل هذا التطعيم فعلا فعال أو لا. في حال ثبوت أن هذه التطعيمات أو معظم هذه التطعيمات فعالة وآمنة سوف يتم إعطائها الاعتماد الرسمي من الجهات العالمية مثل الـ FDA Food and Drug Administration أو الـ EMA European Medicine Agency. إذا تم إعطائها الاعتماد النهائي فسوف تقوم هذه الشركات ببيع التطعيم وتوزيعه على مستوى العالم. إحنا في دولة قطر وزارة الصحة تعمل جاهدة على توفير التطعيم، وإحنا إن شاء الله متأملين يا أما بنهاية هذا العام أو في الشهرين أو الثلاث الأشهر الأولى من بداية العام القادم أن التطعيم راح يكون إن شاء الله متوافر. يمكن ما يكون كل الكمية اللي نحتاجها متوافرة في نفس الوقت، بس على الأقل جزء من هذا التطعيم إن شاء الله راح يكون متوافر. كل الأولوية واللي حالاتهم خطرة يعني. نعم. الله يعافيك. نعم بإذن الله. دكتور، بالنسبة للأشخاص اللي لم تظهر عليهم الأعراض الفيروسية، هل هناك ضرر لإجراء يعني فحص بشكل دوري للتأكد من عدم ظهور هذا الفيروس؟ لا يوجد حاجة للعمل فحص بشكل دوري على أفراد المجتمع بشكل عام، لكن هناك بعض المهن التي نحتاج أن نعمل لهم فحوصات بشكل دوري للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس بدون علمهم، لأن نسبة 30 إلى 40% ممكن من الناس يصيبهم الفيروس ما تطلع عندهم أعراض بس ينقلونه للآخرين، قد يتسبب ذلك في الحق ضرر بالناس الآخرين بالذات الكبار في السن. فتقوم وزارة الصحة حاليا بإجراء فحوصات دورية على العاملين في المولات والعاملين في المطاعم والحلاقين للتأكد من عدم إصابتهم. كمان تقوم بفحوصات عشوائية على المدارس، على الطلاب وعلى المدرسين في المرحلة المستقبلية. لك وكما تقوم أيضا وزارة الصحة من خلال الرعاية الصحية الأولية بفحص الكبار في السن بشكل دوري، بذلك من خلال الاتصال بهم ويعني دعوتهم للحضور إلى المراكز الصحية من أجل فحصهم للتأكد من عدم إصابتهم وذلك بشكل مبكر. لكن بشكل عام ما ننصح إحنا أفراد المجتمع اللي ما عندهم أي أعراض إنهم يعملون أي فحوصات روتينية إلا إذا كانوا مخالطين لناس مصابين مثلا من أفراد الأسرة أو من خلال العمل أو من خلال المجالس. نعم بالفعل دكتور. جميل. دكتور، بما أنك ذكرت المدارس لله الحمد رجعت عجلة التعليم في قطر الأسبوع الماضي ورجعوا بعض الطلبة إلى المدارس، كما يعني مع وجود إجراءات احترازية مشددة ومتبعة من قبل المدارس والعاملين فيها، وأيضا لا ننسى بعد التعليم المدمج، ولكن نوعا ما دكتور بعض الأسر ما زالت متخوفة من إرسال أبنائها لهذه المدارس، يعني ممكن رسالة يعني طمأنت أولياء الأمور بأن مثل ما ذكرت هناك إجراءات احترازية لمتابعة الحالات وخلو المدرسين والطلبة من هذا الفيروس، عفى الله الجميع. نعم طبعا العودة إلى المدارس والدراسة مهمة جدا بالذات للأطفال، يعني التمدرس والحضور المدرسي فائدته أكبر بكثير من الدراسة عن بعد، وأهميته بالذات للناحية يعني الاجتماعية والنمو النفسي للطفل مهم جدا أنه يكون في المدرسة. وزارة التعليم مع وزارة الصحة اتخذوا إجراءات مشددة في الحد من احتمال انتشار الفيروس من خلال المدارس. أولها تخفيض الطاقة الاستيعابية للمدارس إلى 30%، يعني 70% من الطلاب ما راح يكونون موجودين في المدرسة، بيكونوا يدرسون من بيوتهم. فهذا يعني يعتبر من أهم الإجراءات. الشيء الثاني المحافظة على مسافة أقل شيء متر ونص بين الطالب والطالب. الشيء الثالث عدم اختلاط الفصول مع بعضها. الفحص الحراري للطلاب والموظفين عند دخولهم. أي طالب عنده أعراض يعزل فورا. أيضا هناك إجراءات أخرى قامت بها وزارة الصحة وهي بالتعاون مع وزارة التعليم، اللي هي فحص جميع المدرسين والعاملين في المدارس. أكثر من 34,000 مدرس وعامل في المدارس تم فحصهم، ولله الحمد تبين أن نسبة الإصابة بين المدرسين والعاملين في المدارس
هي يمكن 1.5% أو أقل، وهذا شيء مطمن، يعني معناها 98.5% من العاملين في المدارس غير مصابين. هذا أيضا يطمن يعني الأسر على أنهم يعني يساعدونه أن يرسلون أولادهم إلى المدارس. الأطفال نفسهم إذا لا سمح الله أصابهم الفيروس فغالبا الإصابة تكون بدون أعراض أو تكون خفيفة جدا. حتى الآن في دولة قطر ما عندنا حالات دخول عناية المركزة بين الأطفال بسبب كوفيد، وهذا أيضا أمر يطمن. إذا كانت الأسرة فيها حد كبير بالسن أو عندها أمراض مزمنة وعندهم طفل يروح المدرسة، فإحنا ننصح أن الكبير بالسن لما يكون قريب من الطفل أنه يحافظ على يعني يحرص على لبس الكمام، نعم، وعلى أنه يحافظ على نفس مسافة آمنة بينه وبين الطفل من ناحية الاحترازية. لا سمح الله قد يكون الطفل حامل الفيروس وهو ما يدري، وقد يعني ينقله للجد أو للجدة أو للفرد الأسرة، صحيح، اللي عنده مرض مزمن. عدا ذلك فيعني حتى الآن الأمور مطمئنة، وما في شيء يعني يمنع من الاستمرار في إرسال الأطفال للمدارس. وزارة الصحة تقوم بشكل متكرر بفحص المدرسين، وأيضا سوف تقوم بفحص الطلاب في المدارس، وذلك بشكل عشوائي بانتقاء يعني بانتقاء نسب معينة من كل مدرسة ومن كل فصل، وعمل مسوحات لهم للتأكد من عدم انتشار الفيروس من خلال الطلاب. نعم دكتور، بالفعل راح نكمل الحديث عن هذا الموضوع دكتور، ولكن راح نطلع فاصل ونرجع. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد مع عودة الحياة لطبيعتها نوعا ما، ولا ننسى أيضا عودة الدوري القطري وفق إجراءات احترازية مشددة بالنسبة للاعبين وأيضا الجماهير. نتابع وياكم. بعدما تحولت مباريات كرة القدم خلف الأبواب المغلقة ووسط المدرجات الخاوية في عصر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد إلى وضع طبيعي بعد أن كان استثناء لا يطبق إلا في حالة الضرورة القصوى، ها هو الدوري يعود من جديد وفي موسم جديد بعودة المباريات ومعها عودة الجماهير إلى المدرجات. مع بداية الموسم الكروي الجديد 2020-2021 يتم العمل بنفس البروتوكول الموضوع من سبيطار بإشراف وزارة الصحة القطرية. مع عودة الدوري قررت مؤسسة دور النجوم وبالتعاون مع الجهات المعنية بدء الفتح التدريجي لعودة الجماهير إلى الملاعب وبعدد محدود من التذاكر لكل مباراة ووفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع. ومن أهمها يجب أن يحصل كل فرد على تذكرة للدخول إلى الملعب. التذاكر ستكون إلكترونياً فقط عن طريق الموقع tickets.qsl.qa الرسمي. تذاكر منطقة كبار الشخصيات ويمين ويسار المقصورة لن يتم طرحها للبيع. يمنع اصطحاب الأطفال دون 12 عاماً. ضرورة التزام جميع الحضور بوضع الكمامات واستخدام تطبيق احتراز برمزه الأخضر. الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في الملعب. التعاون مع رجال الأمن والمنظمين واتباع التعليمات. يمنع إدخال الأطعمة والمأكولات إلى المدرج. ويجدر الإشارة أنها تعتبر مرحلة أولية فقط، ستتبعها عدة مراحل ليتم بعدها دراسة وتقييم الوضع وفقاً لآخر المستجدات. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء من جديد. دكتور، يعني طبعا شاهدنا عوده الدوري القطري وايضا عوده الجماهير ايضا لمشجع لتشجيع فرقها. تحدث شوي دكتور عن هذه العوده والاجراءات المتبعه لعوده الجماهير وايضا عوده الرياضه. نعم، وهذا طبعا من يعني من المرحله الرابعه من الاشياء اللي راح ترجع تدريجيا الى وضعها الشبه طبيعي. يعني البداية كانت مع كرة القدم، لكن سوف ذلك ينطبق أيضا على الرياضات الأخرى تدريجيا إن شاء الله خلال الشهر هذا والشهر القادم.
احنا نتامل ان تكون يعني عوده الرياضه تكون للمتعه وللفائده، وانها ما تكون سبب في عوده انتشار الفيروس. فاحنا نتامل من الجميع سواء كانوا الرياضيين او سواء كانوا الجمهور الالتزام بالاشتراطات والاحترازات اللي وضعتها يعني الجهات المسؤوله، وتطبيقها جدا سهل، فنرجو من الجميع الالتزام بذلك. كما أن يعني نأكد على الجمهور عدم اللي يعني التحمس الزايد في أثناء المباريات، لأن هذا قد يساعد في انتشار الفيروس، وعدم الأكل داخل الملعب. الملاعب أثناء المباريات، لأن هذا أيضا معناها الواحد يشيل الكمام ويأكل، وهذا قد يساعد في انتشار الفيروس. فنتأمل من الجمهور أنه يعني يكون يتصرف بطريقة مسؤولة بحيث ما ينتشر الفيروس من خلال الرياضة في دولة قطر، بحيث ما نضطر يعني ما تضطر الدولة إلى أن تمنع مرة ثانية دخول الجمهور إلى الملاعب. دكتور، على طاري الأندية، منو تشجع منهم؟ أنا أكيد تتابع رياضة وأكيد لك هواية تمارسها. والله يعني أنا بحكم من شغالي بمهنة الطب نسيت كرة القدم. ما بالرأي لما كنت صغير كنت ألعب كرة قدم، بس بعدين مع مرور الوقت صرت يعني ما للأسف ما أتابع يعني الكرة، وما عندي نادي مفضل. بس أكيد دكتور يعني في فريق تميل له يعني أو رياضة يا إبراهيم، مش لازم فريق. من الفريق إذا وصل نهائي تفرح نوعا ما أن هذا الفريق وصل. أنا يعني أميل دائما للفريق اللي يلعب بحرفية وبأخلاق رياضية عالية بغض النظر يعني عن اسم الفريق. ما في اسم دكتور. ولكن يعني بعيدا عن هذا، رياضتك انت المفضله اللي انت تحب شوي من التوتر اللي احنا قاعدين كنا نعيشه، يعني شويه تريح بالك، هل في عندك رياضه نفس المشي او التنس او اي شيء تحب تمارسه؟ احب امارس رياضه المشي والجري. نعم، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا دكتور عبد اللطيف الخال، رئيس اللجنه الوطنيه الاستراتيجيه للتصدي لوباء كورونا. شكرا دكتور على وجودك اليوم معنا، وايضا شكرا على جهودكم في محاربه هذا الوباء. نعم دكتور، شكرا لك وعلى تواجدك، كنت فعلا يعني ضيف خير الضيوف اللي عندنا. شكرا جزيلا لك. الصحه والعافيه. بالنسبه للرياضه وتاثيرها النفسي والبدني على الجميع، هناك رياضه او مبادره باسم صملة الفجر، نتابع وياكم ونتعرف على هذه المبادرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعين قنوات الكأس الرياضية، متواجدين في الحي الثقافي كتارة لنقل صورة هذا السباق الممتع اللي كان ما شاء الله فكرته من مواطنين مقيمين وصار إلى من فكرة إلى واقع. لا تركض داخل، بس احنا نحاول نلتزم في المسار نفسه. فحياكم الله، إذا في أي سؤال طبعا أنا أول شيء أشكركم أنتم اللي تفاعلتوا مع الحدث ذي، وجزاكم الله خير انكم تعنيتوا وجيتوا في هالحرب وقبلتوا التحدي ذي. مشاهدينا، معانا من احد الشخصيات اللي اسست هذا السباق، علي بن طور، ما شاء الله يعني غني عن التعريف. ابو محمد الله يعطيكم العافيه، كيف بدات فكره صمله الفجر؟ احنا اللي نعرف انه في جروب الفجر. نعم طبعا، هو احنا نحاول بقدر الاستطاعه ان ناخذ وقت يكون في نصدين نتمرن فيه، وطبعا نحافظ على صلاه مهمه هي صلاه الفجر، وطبعا هي من احد اهم الصلوات، صلاه الفجر يوم الجمعه. فلذلك نسقنا هذه الطلعه حتى يكون تجمع خفيف، حاولنا بقدر الإمكان نحافظ على الأوضاع الحالية اللي هي أوضاع التباعد الاجتماعي. يلا يا شباب، مشاهدينا وصلنا الى ثلث السباق، وفي متسابقين كثير ما شاء الله خلصوا 7 كيلو الا وهو ثلث السباق. الحين الساعه 5:30 بالضبط. تحت
تحدي قوي. جزاهم الله خير، رجعوا لنا الحياه. رياضه الفجر رياضه ممتعه. والله بصراحة فخور بال يعني المسافة اللي قطعتها، يعني وال يعني السبب إن هذه أول مرة، يعني تقريبا هاي تحدي بالنسبة لي، تحدي للنفس. جمعنا بدري وصلينا الفجر وقدرنا نجتاز تقريبا نص المرحلة. المسافة صج 21، بس قلنا لهم على راحتكم، هي تحدي للنفس. أشكر الجميع اللي حضر. احنا هدفنا في البطولة أو مسمى البطولة بطولة الفجر لصلاة الفجر. الواحد لما يقوم الفجر ايش بيسوي بعد الصلاة؟ مشاهدينا، معانا اول متسابق انجز سباق صملت الفجر بساعه و37 دقيقه، عبد الله الجمعان. الله يعطيك العافيه والف مبروك. شعورك؟ الله يبارك فيك. والله يا الحمد لله على كل شيء، وما شاء الله على البطوله، يعني لنا الشرف ان نشارك فيها. صملت الفجر قصيره ومتعه، مو بسهله، صعبه، لكن استمتعنا بوجودكم واستمتعنا بوجود الشباب والتنظيم الأكثر من رائع. حياكم الله مشاهدينا من جديد. صملة الفجر، والحديث أكثر عن هذه المبادرة مع صاحب الفكرة والمبادرة عبد الله الحمادي وزميلي ناصر. تفضل يا ناصر. شكرا لكم إبراهيم، وشكرا أيضا على الحديث المفيد اللي كان مع الدكتور عبد اللطيف الخال من الصحة. انتم أيضا في الصحة ولكن بجانب رياضي، معنا عبد الله الحمادي رياضي ورحالة. يعطيك العافية، شكرا على هذه على وقتك للأمانة. جزاكم الله خير على الاستضافة، بارك الله فيك. نتكلم في البداية قبل ما ندخل في حياتك، يعني احنا نتكلم عن فكرة صملة الفجر. نعم. من وين ولدت؟ والله الفكرة، يعني احنا صار لنا يمكن 3 شهور نتمرن تقريبا كل يوم في على تلال كتارة من عقب صلاة الفجر. احنا في الأساس كنا نتمرن في كل وقت، العصر، المغرب، الصبح، وذي طبعا ما عدا الظهر. لكن وجدنا أن فعلا عقب صلاة الفجر هي أفضل وأفضل وقت. ليش؟ لأن خلاص أنت عقب ما تصلي في عندك فتشة بين الصلاة وبين الدوام، يعني الدوام خلنا نقول يبدأ 7:30، عندك حوالي خصوصا في أيام الصيف كان الفجر الساعة 4، فإحنا ننام وهل الساعة 8:30 9 صار خلاص مبدأ عندنا، ننام وهل نقوم من وهل وقت، وعقب الصلاة على طول في عندنا فتشة حوالي 2:30 3 ساعات نستفيد منها، وعندنا طبعا جري ودراجة، وأحيانا نسوي كروسفيت. فالأساس احنا بدينا أنا وأخوي علي بن طوار الله يذكره بالخير، وكنا بس 2، يعني ما كنا ناويين نسوي صاملة ولا شيء ولا مثلا برامج وهاي، ولأن كنا نحط برامجنا مثلا لما نركض نحطها على السوشيال ميديا ونحط بعض الصور الحلوة ولي. فاستقطبنا شباب ما نعرفهم، يعني حتى الشباب يعني احنا استغربنا منهم، في بعضهم كبار وبعضهم صغار ولي، يو الموقع لأن عرفوا أن الموقع ذي في كتارة، فبدأ الجروب يكبر. يعني كنا 2 صرنا في الجروب نفسه، هذه يعني جروب الفجر احنا نسمينا شاط الفجر، 20 شخص ما شاء الله. اي، وبعدين عندنا مبدأ ان احنا في الجروب ذي ما نتكلم عن اي شيء ثاني الا النشاط الرياضي حق نشاط الفجر. نعم.
فالحمد لله بدأ الجروب يكبر، وبعدين الشباب قاموا يبلغون الشباب الثانيين، وبدينا الحمد لله أن أعتقد أن نأثر في الناس الثانيين أنهم يمارسون الرياضة في الفجر، هو أفضل وقت فعلا. يعني إحنا ما شاء الله لما نشوف التوجه الكبير في الآونة الأخيرة يمكن من الشباب للرياضة، وهذا أعتقد انعكس بشكل كبير على الصحة بشكل عام. طيب ال 21 كيلو هذه اللي ما شاء الله اخترتوا فيها، يمكن تحدثنا قبل الهواء أن اخترتوا في تلال كتارة، أصعب التلال يمكن 21 كيلو، كانت صعبة نوعا ما للكثير. أكيد. شوف الله يسلمك، إحنا من ضمن التمارين اللي نسويها أن نتمرن على التلال. تدري إحنا بلادنا ما فيها تلال، يمكن في مناطق بعيدة مثل تخان واحتمال فويرة طبي، لكن عشان تروح للتلال ذي لازم تتعنى لها وتروح يعني مسافة حول الساعة ونص أو شيء. بينما هني في كتارة يعني تلال جميلة جدا، خضرة وسهل الوصول لها، فقمنا نتمرن على التلال الصعبة، يعني مو بالتراك العادي، نطلع من المسار ونروح حق التلال الصعبة اللي هي مو من ضمن المسار، ونسويها خصوصا يوم الأربعاء، نسويها حوالي 12 مرة ما شاء الله، يسمونها سبرنتس. فالشباب تعودوا على المرتفعات على المرتفعات، فأكثرهم يعني في طبعا في شباب ما كانوا يمارسون الرياضة معانا شوية تعبوا، وأنا أعتقد أنهم كونوا خبرة الحين حق إن شاء الله المسابقة الثانية اللي ناويين نسويها إن شاء الله في أكتوبر بإذن الله. ما شاء الله الحين سويتوا مسابقة وناويين على الثانية تبارك الرحمن. يعني هل تشوف إقبال كبير؟ يعني تكلم عن جهود شخصية، وصلت تقريبا إلى 100 شخص. هل إقبال ممكن أنه في المستقبل نشوف صملة كبيرة وصملة نفس الصملة الموجودة في المسابقة؟ هذه من كذي إحنا سميناها صملة، صملة الفجر، مع الاعتذار للسباق المعروف صملة، لكن هذه صملة الفجر فقط. الإقبال أنا استغربت منه، لأن إحنا ما حطينا أي إعلان ولا سوينا شيء، فقط إن أعلننا في يمكن جروب ما في حتى أكثر من 20 واحد، اكتشفنا أن في خلال 3-4 أيام أو أسبوع استقطبنا فوق 80 شخص، يعني العدد فوق 100 اللي شاركوا، غير عن المنظمين طبعا، أنا أتكلم بس المشاركين اللي فعلا تسابقوا، وتقريبا 90% من الشباب أكملوا ال 21. ترى ال 21 مبهينة، يعني حتى ال 21 في المناطق العادية مبهينة، فما بالك على الإتلال خصوصا مع الجو الحار. زين، احنا عندنا زميلنا عبد الرحمن الأشقر ما شاء الله شبه يوميا يصور، شلون لياقة الأشقر معاكم؟ وهل هو فعلا متابع معاكم يوميا؟ والله الأشقر ما شاء الله عبد الرحمن لياقته ممتازة، يبي له شوي تطوير، لأن المشكلة إن أنا دائما أقول للشباب خصوصا في الإتلال، ترى الإتلال يبي لها يعني يبي لها تكنيك معين، يبي لها ذهن قوي. ليش؟ لأن أنت كل ما تصعد تتعب زيادة، فدائما تقول أوكي لازم أوقف أو أمشي وذي، فأنا عودت الشباب إنهم ما يوقفون وهم طالعين، ممكن إنه يمشون وهم نازلين، بس أهم شيء في الطلوع إنه يركض، لأن الأساس هو الطلوع، يعني أنت لازم تعود نفسك على الأماكن الصعبة. في النزلة تنزل دقات القلب عادي، يعني في النزلة لازم شوي لأنك وانت طالع دقات قلبك تكون عالية، وانت نازل تحاول تنزلها لأن قدامك طلعة ثانية بعد. إنزين، نطلع شوي من صملة الفجر، نروح لعبد الله الحمادي ما شاء الله تبارك الرحمن، 62 سنة، الله يعطيك الصحة والعافية، محافظ على لياقتك، محافظ على ابتسامتك، جستر أبو هاشم. والله ولا السر شيء عادي، يعني الكل المفروض يسويها. ما أنا دائما أقول هي ثلاث أشياء، النوم الصح والأكل الصح والرياضة، تسوي الأشياء هذه الثلاثة أنت بخير. أبو هاشم يمكن بطلع شيء من الموضوع، قبل الحلقة كنا قاعدين أنا وأنت وأخونا منسقنا بدر ساد الله يمسيه بالخير، أبو بدر، قلت له كلمة أنا الصراحة ركبت في مخي، يعني أنت قلت أنك وقفت تقريبا على رياضة 20 سنة، وقال لك بدر أنا مشكلتي في البداية، قلت له غير ربعك. أي صح، المشكلة الربع مثل ما يقولون، أظن مثل من أحد الدول العربية يقول لك الصاحب ساحب، عرفت شلون؟ فهذا إذا غيرت البيئة، ويعني إحنا مثلا الرياضيين الشباب اللي ويانا اللي كان يدخن اللي شيش لها، غيروا ربعهم، صاروا ربعهم كلهم يحبون الرياضة وإيجابيين وكذا وما يسهرون، فخلاص حياتك أنت تتغير. ترى التغيير وايد سهل، إحنا بس مستصعبينه. طيب النظام الغذائي بالنسبة لك، هل تتبع نظام غذائي معين أبو هاشم، ولا أنت ماشي على
والله انا تقريبا اكل يعني كل شيء ما عدا ان اخفف من يعني اكل بميزان، يعني اكل اول كنا فاتحينها شوي زياده، الحين لا يعني خففنا من الكميه، لكن كل حاجه ناكل الحمد لله. زين، رسالتك حق الشباب في هذه الايام، يعني احنا الكثير يمكن في الكورونا نعم كان لها مساوئ كثيره، لكن يمكن انتبهت بنفسك ابو هاشم ان الكثير اتجه للرياضه. صحيح، اي فعلا الكورونا والله لها يعني اثر ايجابي في حياتي وحياه شباب كثير. يعني اول شيء حتى في خلال الحجر او يعني الجلوس في البيت كنا نمارس الرياضه الافتراضيه، يعني عندنا اجهزه مثلا على السيكل تخليك انت تتسابق مع مئات احيانا الوف من الشباب الدراجين في كافه انحاء العالم، واحيانا يكون سباق افتراضي، فهذه التمارين الافتراضيه فادتنا كثير. لكن الحمد لله طبعا في نطاق ضيق، احنا كنا نطلع بس نطاق ضيق جدا ونحافظ على التباعد الاجتماعي، لكن اساسا كانت معظم تماريننا في البيت، حتى احيانا ما عندك انت جهاز ممكن انك تتمرن على الدرج رايح جاي بي فوق تحت، توصل يمكن 200 طابق وانت ماشي. نعم. طيب ابو هاشم، احنا عابين نشكرك للامان على وقتك، ولنا ان شاء الله ملتقيات ثانيه سواء في الاستديو هنا او في نشاطاتك الخارجيه، وسمعنا ايضا عندكم نشاط في فويرت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، هذا بيكون نشاط استثنائي، ويا ريت يعني جزاكم الله خير على تغطيه صمله الفجر، وان شاء الله اذا يعني اذا في امكانيه تغطون لنا فويرت بيكون شيء يعني شيء ممتاز بالنسبه لنا، لان احنا نبي ننشر الرياضات. تامر، واحنا على الهواء مباشره ورسالتنا تقول لك تامر وعلى هالخشم. جزاك الله خير، تسلم. وان شاء الله بنكون معاكم في فويرت. شكرا لك ابو هاشم. اذا من عبد الله الحمادي ننتقل واياكم الى لقطه اليوم، شوفوا وياكم. توماس مونر نجم البايرن ميونخ، شاهدناه ربما هو خروجه مع زملائه من المطار، ولكن المضحك بأن هو تجنب الكاميرات واللقاءات أو أي تصريح من خلال انشغاله بالهاتف، ولكن فعليا هاي مش جوال، هو حاط جوازه بالفيت أنه يتكلم، يعني مثل أنه قاعد يتكلم وأنه مشغول عن تصاريحه ربما. أكيد دبلوماسي، مش حابب أنه يحرجهم، وقال لك خلي المسافة الآمنة بالطريقة الحلوة الدبلوماسية. برافو عليه، بس يحط جوازه بفيت. عادي مو مشكلة إبراهيم، عادي تصير. عموما مشاهدين الكرام، احنا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، وأكيد موعدنا بإذن الله تعالى يتجدد غدا بنفس التوقيت. نترككم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.